منظمة موجودة معناها باسم الديناميكية النسوية اللي فيها 9 جمعيات. اليوم من جينا معناها كديناميكية نسوية لحضور الجلسة الأولى معناها لقضية رفقة الشاذلي، لأنه أول معناها قضية باش تتعدى على معنى الفصل، على معنى القانون 58 المؤرخ في 2017، واللي بالنسبة لنا نعتبر القانون هذايا مازال لم يطبق فعليا، لأنه القانون تبنى على ما نسميه بالفرنسية لكتف بي. باليوم نعتبر أنه فما خلل في مجال الحماية، لأنه النساء اللي تتعنف تطلب الحماية ولا يتم الاستجابة للحماية متاحهم من قبل القاضي حتى تعمل مطلب، وإلا كيف الوحدات المختصة، لأنه فما مازال فما تطبيع مع العنف، ومازال ما الناس ما تعرفش اليوم أنه القانون 58 المؤرخ في أوت 2017 يجرم العنف ويشدد العقوبة، واللي نعتبروه بمعنيها مكسب، لأنه أخرج العنف من الحيز الخاص إلى الحيز العام، بمعنى أصبح العنف مجرب حتى نقطع مع التطبيع مع العنف المسلط على النساء، لأنه معروف في الثقافة متاعنا وفي تنشئتنا إلى غير ذلك، أصبر راجلك خوك إلى آخره، ونبرر العنف المسلط على النساء. القانون يجرب ما عادش معناها المرأة كان قبل في 93 المرأة وقت اللي تسامح يسقط حقها الشخصي وما فماش تتبع حقها، طوالي فما الحق الشخصي وحتى كي هي تسامح فما الحق العام، ومعناها يبقى فما تتبع معناها للجاني، هذا معناها بشكل عام. علاش تفاقمت الظاهره هذه؟ نقول انه منسوب العنف ارتفع بما في ذلك تقتير النساء، لانه في 4 شهور في 2023 عفوا وصلنا 15 امراه، بمعنى انه الظاهره ماشيه وترتفع، وهذايا عنده اسبابه الاقتصاديه الاجتماعيه النفسيه الى غير ذلك، لكن هذا الكل ما يبررش العنف المسلط على النساء لكونهن نساء، لانه داخل المجتمع فما نوع من التراتبيه الاجتماعيه اللي تعطي الرجل سلطه اعلى من النساء، وهذاك اللي يخليه معناها واحد كان يكون مع زوجته يعتبرها حاجه خاصه نتاعو هو، كانها ملكيه خاصه، ما ينظرلهاش كذات انسانيه، ما ينظرلهاش انه مساويه ليه في الحقوق في الواجبات، ما معناها لو كان نقلب الايه اللي تعتدي المجتمع كامل باش يدينها، لكن الراجل كي يعتدي المجتمع ما يدينهاش، هذا اللي احنا معناها اليوم بالقانون نحبوا انه نحسنوا الناس ونقولوا راهو الجرائم العنف بكل اشكاله راهي مجرمه قانونا. المساله الثانيه انه اليوم مازال التطبيق بتاع القانون مازال مش مطبق بشكل معناها فعلي، دخل حيز التنفيذ معناها في 2018، لكن علاش نقولوا معناها مازال مش بشكل فعلي؟